السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من زملكاوي يا رب، حلقه تنال رضا واعجاب كل جماهير نادي الزمالك كجمهور الملكي في كل مكان. في بدايه الحلقه حابب في البدايه اطمن حضراتكم وطمن جمهور نادي الزمالك العظيم على الاستاذ محمد طارق عضو مجلس اداره نادي الزمالك اللي حصل له حادث من حوالي 4 ايام. يمكن اول مره ابقى موجود من ساعه ما الحادث ده حصل. فمحمد طارق من النماذج المحترمه ومن الكوادر الشباب اللي بتعشق كيان نادي الزمالك. الراجل ده يستاهل حاجات كتير حلوه، وهو شايف ان وجوده في مجلس اداره نادي الزمالك ده تتويج لحبه وعشقه لنادي الزمالك. ممكن ما تسمعش قوي او تلاقي اسم محمد طارق في الاصداء الاعلاميه، اسم رنان، اسم بيتكرر كتير، ولكن محمد طارق من الناس اللي بتخدم نادي الزمالك بطرق مباشره وغير مباشره. محمد طارق هتلاقيه في ظهر نادي الزمالك بيعمل حاجات كتير جدا مع جمهور نادي الزمالك في اكتر من مناسبه. تلاقي المشجعين نادي الزمالك لو عندهم سفر عندهم حاجه بتلاقي دايما محمد طارق موجود. جوه مصر بره مصر تلاقي محمد طارق ليه مواقف مع نادي الزمالك. وافتكر ان محمد طارق قبل ما يبقى موجود في مجلس اداره نادي الزمالك، محمد طارق كان في فريق الهوكي مسافر بيلعب بطولة افريقيا للهوكي. كان في ازمة ساعتها وكان في لجنة معينة في وقتها، ومحمد طارق ساعد وساهم مع الفريق ده انه يوفر له حاجات كتير جدا، الاطقم اللي سافروا بيها، التيشيرتات اللي لعبوا بيها، حاجات كتير جدا. دي من الحاجات اللي من ورا الكواليس انا عارفها بحكم صداقتي بالراجل الشهم محمد طارق. كان الحادث احمد طارق شقيق محمد طارق حكى الكلام ده مع زميلي مينا ماهر، اتكلم عن ملابسات الحادث اللي حصل والحريق اللي نشب في منزله. والراجل ده الحادث ده حصل له، انت لو بصيت للابعاد كلها هتلاقي ان الراجل ده شهامته هي اللي خلته يبقى في الموقف ده. وطبعا ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه، واكيد الابتلاء ده بيبقى اختبار من ربنا. والراجل اللي قدامكم على الشاشه ده اشهد له انه راجل بمعنى الكلمه، شهم بمعنى الكلمه. واللي هو فيه او الضيق اللي هو فيه ربنا يفك كربه، ربنا يشفيه ويعافيه، ربنا قادر على كل شيء ان هو يقول للشيء كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى انه يشفي محمد طارق ويقومه بالسلامة ويرد له عافيته ان شاء الله بإذن الله. في الايام اللي جاية نطمن عليه اكتر واكتر. محمد طارق شاب محترم بيعشق نادي الزمالك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يمكن قطاعات الناشئين وشباب كتير جدا كانوا في نادي الزمالك في السنين الأخيرة. أنا كنت حتى من 3 4 سنين كده كنت مراسل في قناة الزمالك، كنت بغطي بعض الأخبار عن قطاع الناشئين. محمد طارق مجرد هو عضو في نادي الزمالك دايما موجود مع الشباب، دايما بيدعمهم، دايما بيقف جنبهم بطرق كتير جدا. فالراجل ده ليه حق ان في اوقات كتير جدا ممكن ما يكونش حد اتكلم على محمد طارق وقال حاجات كتير جدا على محمد طارق، ولكن هو يستاهل ده. حتى لو هو في موقف صعب دلوقتي فيستاهل ان احنا نتكلم عن شاب شهم محب وعاشق لنادي الزمالك. ان شاء الله هتعدي وان شاء الله تقوم منها اقوى
وأحسن من الأول بإذن الله يا محمد. إن شاء الله كل دعوات جمهور نادي الزمالك، كل دعوات الناس اللي بتتفرج علينا، دعواتكم بالشفاء لمحمد طارق إن شاء الله بإذن الله ربنا يقومه بالسلامة ويرد له عافيته يا رب. في الحقيقة ده يمكن أهم حاجة أنا يعني حبيت أبدأ بيها. في بعض الأمور تانية وإحنا شايفين مشهد عبثي في الكرة المصرية، احترامي للجميع واحترامي لكل الناس اللي لها علاقة بكرة القدم في مصر، ولكن الحدث اللي بيشغل الناس كلها والناس كلها بتتكلم فيه دلوقتي هو محمد عواد ليه ما شاركش مع منتخب مصر. راجل عامل أداء قوي جدا، هو الأكثر مشاركة في الفترة الأخيرة، بيساهم مع نادي الزمالك في بطولات الكونفدرالية سوبر الإفريقي، حتى لو هو مباراة واحدة، ولكن كان ليه الكلمة العليا واليد العليا في أنه يخلي نادي الزمالك ليه الأفضلية في ركلات الترجيح. في 90 دقيقة محمد عواد يستاهل أنه يبقى موجود في منتخب مصر بدراعه، وحط مليار خط تحت بدراعه، لأن هجيلك فيها فيما بعد، بعد ما اتكلم مع حضراتكم شوية ونشرح كده ملابسات القصة. ومحمد عواد موجود مع نادي الزمالك، مع نادي الزمالك في البطولات الأخيرة، بنتكلم على كونفدرالية سوبر إفريقي سوبر المصر كمان قدام بيراميدز في قبل النهائي، بيساهم مع نادي الزمالك انه بيبقى هو سبب وصول نادي الزمالك للمباراة النهائية. في المباراة النهائية بيعمل أداء قوي جدا وعامل تصديات، الناس كلها قالوا إن نادي الزمالك وصل للنهاية الدراماتيكية اللي الناس كلها شافت إن نهاية دراماتيكية، ضربة وضربة ضربة جزاء ومحمد عواد بيقرب نادي الزمالك أكتر، فتلاقي إن الراجل ده صد 3 4 5 انفرادات مثلا في المباراة. فانت بتتكلم على حارس فرض نفسه بأدائه في الملعب، حط 100 خط بقى تحت دي، لما تلاقي ان في قناعات من مدرب له كل الاحترام والتقدير كابتن حسام حسن، احنا دعمنا وبندعم وسنظل ندعم منتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر، ده مؤكد، ولكن في حاجات ممكن انت بحكم خبرتك مسيرتك التدريبية مسيرتك في الملاعب تبقى عارف ان في كلمات وفي تصريحات يعني الافضل انك ما تجهرش بيها، لانك لو جهرت بيها انت بتخلي الناس كلها تحط علامات استفهام كتير جدا على التصريح ده، وهو إن الكابتن حسام حسن قال في المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة الأخيرة مباراة بوتسوانا، بيتسأل عن محمد عواد، محمد عواد الأكثر مشاركة في الفترة الأخيرة، سام مع نادي الزمالك في الكونفدرالية، مع نادي الزمالك في السوبر الإفريقي، في مباراة بيراميدز وصل نادي الزمالك نهائي السوبر المحلي، لعب كان أفضل حارس في السوبر المحلي، ويمكن كان في لقطة أو تصريح من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إنه بيقول عواد يستاهل إنه يبقى أحسن حارس في السوبر المصري، يستاهل لأنه عمل أداء قوي جدا، كان هو نال الجائزة وكان في إشادة من محمد الشناوي، ربنا طبعا يشفيه وهو مصاب دلوقتي. كل دي معطيات تقول لك إن في حارس رجله في الملعب، مش حارس واحد حارسين، محمد الشناوي محمد عواد، والاتنين رجلهم في الملعب اللي هو هتحطه في أي وقت في الملعب، هتشركه في أي وقت في الملعب هيبقى واقف على رجليه، ليه؟ لأن رجله في الملعب. الراجل ده جه من الدار للنار في السوبر الإفريقي، وكان محمد صبحي اللي بيشارك مع نادي الزمالك في المباريات الدور التمهيدي الثاني
في الكونفدرالية أمام البوليس الكيني، شارك في المباراتين. وعواد كان ما بيشاركش بعيد، كان بعيد عواد. وإذ بعواد هو حارس مرمى نادي الزمالك في السوبر الإفريقي، الناس كلها قالت لك عواد كان بعيد، ف يعني إن شاء الله بإذن الله يأدي كويس. وكان نجم البطولة، نجم المباراة، وكان سبب رئيس في فوز نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي وإضافة بطولة رقم 15 على المستوى القاري لنادي الزمالك. تصريح كابتن حسام وهو بيتسأل على عواد ليه ما شاركش، يعني ممكن تقول قناعتك الفنية، ممكن تقول أي حاجة، لكن إنك تقول تصريح مليار علامة استفهام تتحط على التصريح ده، واللي هو بتقول إن لو أنا كنت كسبان واحد كنت أشركت عواد. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أعرف منطقية التصريح ده. هل أنت بتخلص على عواد؟ هل ده سؤال تساؤل، هل حضرتك تقصد الكلام ده؟ ما هو يستحيل لاعب واخد بطولتين قاريتين مع نادي الزمالك، مشارك بصفة أساسية مع نادي الزمالك، مكسب نادي الزمالك السوبر الإفريقي مع أكيد باقي الفريق، ولكن كان ليه المساهمة الأكبر بالتصدي اللي عمله من يحيى عطية الله في ضربات الجزاء. فالطبيعي إن ده حارس كبير، أنت مش محتاج تقول كلمة زي دي. كلمة ممكن، أنا بالنسبة لي كلمة دي بتوقع اللاعب نفسيا، أنت بتخلص عليه نفسيا. وبعدين الكلمة جاية من واحد من أساطير كرة القدم المصرية، وطبعا يعني محدش يقدر ينكر ده، ونتائج جيدة جدا مع منتخب مصر كمدير فني. إن التصريح يطلع من كابتن حسام حسن بهذه القيمة الكبيرة جدا، وإنك تحط محمد عواد في الخانة دي، أعتقد إن حضرتك يا كابتن حسام جانبك التوفيق في هذا التصريح. ليه؟ لأسباب كتير جدا سردتها ومش عايز أكررها أكتر من مرة. راجل إيجابي جدا مع نادي الزمالك في المساهمات في المباريات المهمة كمان الكبيرة، فأنت مش جايب حارس هتجربه. الناحية التانية، ومع احترامنا لكل حراس مرمى المنتخب المصري، فلما تتكلم على حارس مرمى مثلا زي مصطفى شوبير، وحارس اكيد يعني ما نقدرش نشكك في اي حد، وبندعم اكيد كل لاعبي منتخب مصر، طالما ده تيشيرت منتخب مصر احنا بنلغي الالوان. ولكن انا استوقفني هذا التصريح للكابتن حسام حسن، تصريح مرعب. انا علامات استفهام كتير جدا على التصريح ده من الكابتن حسام حسن. انا معايا على التليفون دلوقتي واحد من اساطير حراسه مرمى الكره المصريه، كابتن كبير كابتن نادر السيد. يا كابتن نادر حضرتك مشرفنا ومنورنا. ازيك؟ الله يخليك، ربنا يخليك. ايه رايك في التصريح الاخير لكابتن حسام حسن؟ بتكلم عن تصريحه عن عواد لما قال ان انا كنت هلعب، يعني لو متقدم بهدف فكنت هلعب عواد. اعتقد احنا فهمنا التصريح غلط، عشان بس الحق يتقال. وانا اتاكدت من كابتن حسام نفسه، هو مش قصده التقليل من شان عواد، هو بيقول ان انا كنت هلعب شوط وشوط لو ما كانش احتاج تغييرات لعيبه عشان تغير من نتيجه المباراه، مش ان انا لما اضمن النتيجه هلعب عواد. عشان برضو الحقيقه احمد لازم نتكلم بصراحه وبوضوح، يعني ماشي، ما انا بتكلم بصراحه وبوضوح. انا عايز حضرتك تتكلم بصراحه وبوضوح. النقطه كلها ان طبعا خلينا نكون واقعيين، ان عواد في احسن حالاته بالظبط. عواد ان هو كان يعني هو احسن في احسن وقت دلوقتي دي ان هو يلعب لمنتخب مصر. يعني انا الحقيقه ما عنديش درايه ايه القرار، بس لا حضرتك قلت تواصلت مع كابتن حسام حسن. لا احنا عايزين نعرف التفاصيل. انا قصدي على فكره
فكره لو انا نتيجه الماتش كانت ساعدتني كنت العب عواد. هو مش القصد ان هو بيقلل من عواد، هو القصد ان هو نتيجه الماتش ان هو ما كانش يحتاج تغييرات معينه عشان تغير من نتيجه. هو عواد اصلا يا كابتن نادر يقعد في المباراه دي؟ بص يا احمد، يعني طب. عواد الحقيقه طبعا يعني طبعا بيأدي ماتشات كويسه جدا جدا جدا. عواد عنده الحق ان هو يلعب، بس لازم في نفس الوقت ان احنا نحترم قرار الجهاز الفني او المدرب. مستحيل مستحيل ما نحترمش قرارات المدير الفني، ده مدير فني منتخب مصر طبعا. بالظبط. فبناء عليه احنا دايما وتعودنا وكبرنا وتربينا ان احنا منتخب مصر بالنسبه لنا هو تكليف. هو طبعًا. ان انا رايح في مهمه معينه، انما زي ما انت قلت وانا سمعتك الحقيقه وكلامك كويس جدا، منتخب مصر ما يدخلش في اطار الالوان او الانديه طبعا، ان كام لاعب بالاهلي وكام لاعب بالزمالك وكام لاعب بالمصري وكام لاعب جايه مش توازنات. انما اللعيبه الافضل لمنتخب مصر اكيد اول واحد عايز يكسب هو المدير الفني. اكيد مع احترامنا لاختيارات الكابتن حسام حسن، ده امر مهم جدا. اتفضل يا كابتن. ده ما يقللش من ان احنا لازم نتكلم ونشيد بعواد ان هو يعني كان ليه دور كبير جدا جدا في الماتشات اللي فاتت، هو في احسن حالاته مؤهل تماما ان هو يلعب مع منتخب مصر لو محمد الشناوي مش هيلعب يعني. طب البعد الفني اللي حضرتك شايفه كابتن نادر ان عواد ما يلعبش المباراه دي ومصطفى يلعب؟ يعني انا شايف ان الحقيقه البعد الفني بالنسبه لمين، من وجهه نظر ولا من وجهه نظر الجهاز الفني؟ من وجهه نظر حضرتك شفت ان مصطفى لعب وعواد احتياطي. البعد الفني عواد يلعب طبعا، عشان لان عواد في افضل حالاته، بيلعب بشكل اساسي، بيلعب كل الماتشات اللي فاتت، فمن حق عواد ان هو يلعب. يعني لو هو ما لعبش وهو في الحاله دي فهيلعب امتى؟ طيب الجهاز الفني قرر ان انا هلعب حارس ثاني ايا كان، حارس طبعا ايا كان كذا، خلاص يبقى يحترم، يبقى لازم ان احنا نحترم القرار بتاع الجهاز الفني. كل الناس احترمت القرار بتاع الجهاز الفني، وحضرتك يعني راي حضرتك كمان ان فنيا عواد يلعب، ولكن بعد المباراه والتصريح ان انا لو متقدم بهدف كنت اشركت عواد، فده ممكن ياثر نفسيا يا كابتن بشكل كبير جدا. يا كابتن حضرتك كنت يعني انا اسف، اسمح لي اكمل سؤالي. حضرتك كنت حارس كبير جدا ومن اساطير حراسه مرمى المنتخب، وكان في اسامي كبيره مع الكابتن نادر، عصام الحضري كان موجود والكابتن نادر كان موجود وفي حراس تانية كبار كانوا موجودين. فان كلمه زي دي لو اتقالت مثلا على كابتن نادر نفسيا وانت حارس مرمى، انا بسال حضرتك عشان حضرتك حارس مرمى، كانت هتاثر عليك نفسيا ازاي؟ لا لا طبعا، ده عندك حق جدا، بس كان لازم كابتن حسام يوضحها ويوضح ويشرحها للناس اكتر، ان هو كان عنده قرار ان كل واحد يلعب صوت. انما لما قال ان نتيجه الماتش، هو كان لازم يوضح يعني ايه نتيجه الماتش بالظبط. نتيجه الماتش ان هو كان يوضحها زي ما انا فهمت وزي ما انا عرفت، ان نتيجه الماتش لو كانت مشيت كويس ما كنتش محتاج اغير في مهاجمين او اغير كده، فكان عواد هيلعب. انما مش عشان عواد ما بثقش فيه فانا هلعبه لما اكسب او لما يكون عندي فارق اهدافنا، اكيد لا. يعني ده يعني انا متاكد جدا جدا ان عواد، ارجو ان عواد ما ياخدهاش بالشكل ده، لان هي دي الحقيقه وده الواقع. طب الناس برضو غضت جدا من التصريح ده، بما ان كابتن حسام وضح لحضرتك وحضرتك توصلت معاه بشكل شخصي، كان الاقدر مهنيا ان التصريح ده طلع على العامه في مؤتمر صحفي، وجب ان كابتن حسام كان ممكن يقول ان جانبه التوفيق في هذا التصريح، حتى لو كان قصده بيه حاجه ايجابيه ولكن ما كملهاش او ما شرحهاش. معاك 100%، معاك 100%، ان معاك 100% ان كان لازم يوضحها بالشكل الكامل، ما يرميهاش او ما يحطهاش، واحنا نحاول بقى نفسرها تفسر ازاي وكذا وكذا وكذا. انما انا معاك جدا جدا جدا، ان عواد جول كبير وجول نادي كبير جدا وجول نادي الزمالك، ودايما وابدا الحقيقه حراس مرمى نادي الزمالك بيبقى ليهم دايما دور، وليهم دور مهم جدا مع منتخبات مصر. فانما ده انا متاكد ان عواد يستمر زي ما كان ماشي في الماتشات اللي فاتت، واكيد اكيد هياخد الفرصه وهياخد المكانه وهياخد المسانده الكبيره جدا اللي واخدها من جمهور الزمالك في الفتره اللي فاتت. ده كان توضيح مهم جدا عن محمد عواد. اما
في حارس مرمى منتخب مصر مصطفى تشوبير واللي شارك في مباراة بوتسوانا. حضرتك شايف ايه البعد الفني اللي خلى الكابتن حسام يشرك مصطفى اساسي في هذه المباراة ويلعب المباراة كاملة؟ ممكن جدا، ممكن جدا ان هو يكون ده اول مشاركة دولية لمصطفى. هو عارف كويس قوي كفاءة عواد ولعب في ماتشات قوية ولعب للمنتخب قبل كده، كان ليه مشاركات دولية قبل كده مع المنتخب، فممكن يكون ان هو بيجربه، يعني هو بيشوف كفاءته الفنية، ممكن يكون هو متأكد من كفاءة عواد فبيشوف كفاءته الفنية على المستوى الدولي يعني. فده شيء ممكن، ده سبب من الأسباب يعني. انما مش تفضيلا يعني، انا مش شايف ان هي تفضيلا، لان كل الناس شايفه وعارفه ان هي مش تفضيل مصطفى على عواد، او ان مصطفى افضل من عواد. طب ما هو الشناوي بيلعب مباريات النادي الاهلي قبل ما يتصاب طبعا مع منتخب مصر، ولعب مباراه منتخب مصر امام كاب فيردي، وكانت مباراه برضو الناس شايفاها تحصيل حاصل بعد ما وصلنا لنهائيات كاس امم افريقيا. فهو المعيار مش عشان يجرب حارس دولي جديد، فكان بالاولى او اولى انه كان يشركه في مباراه كاب فيردي. ده حقيقي، ده حقيقي يعني. انا كنت متوقع ان على الاقل يدخل عواد مباراه كاب فيردي، ويدخل مصطفى اوكي وارد جدا، هو عايز يعمل تجارب زي ما عمل مع بعض اللعيبه اللي دخلوا محمد ربيعه وطاهر محمد طاهر وغيره من اللعيبه، ان هو يدخلهم يشوفهم يعني. وبرده انا عندي الحقيقه برده يعني كان عندي راي ان هو لو جرب محمد ربيعه في ماتش الكاب فيردي كان الافضل ان حسام عبد المجيد ياخد المباراه بشكل كبير يعني. بالظبط، حسام عبد المجيد ما شاركش في المباراه الاولى وشارك في جزء من المباراه الثانيه. جزء بالظبط يعني، كنت شايف ان هو ياخد المباراه كلها. برده هو اثبت نفسه على مستوى الدولي حسام، انما كمان لما يثبت نفسه على مستوى الدولي مع المنتخب الاول اكيد بتفرق كتير قوي. واثبت نفسه كمان مع المنتخب الاولمبي، هو لاعب منتخبات طبعا. فده بيفرق جدا طبعا. مع اللاعبين، خصوصا كمان ان محمد ربيعه ما شفناهوش مع المنتخبات طبعا. سواء الشباب طبعا. او الناشئين يعني. طبعا 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 انا معاك 100%. طيب كابتن نادر، اسال حضرتك على الفتره اللي جايه، ان الزمالك عنده مباراه صعبه قدام المصري البورسعيدي يوم السبت، كيف ترى هذه المباراه؟ أنا شايف إن الفريق ماشي بشكل كويس جدا، وخد دفعة كبيرة جدا في مباراة السوبر طبعا، والماتشات الأخيرة خلينا نكون واقعيين، وإحنا كنا في الاستوديو الماتش ما كانش أفضل حالاته، إنما دايما الفرق الكبيرة تكسب وهي حتى مش في أحسن حالاتها. أنا صح. شايف اللعيبة عندها إصرار الحقيقة وعزيمة كبيرة جدا إن هم يكسبوا المباريات، بغض النظر طبعا الأداء مهم جدا، إنما إن أنت تكسب المباراة هو الهدف الأساسي، وسواء في احسن حالاتك او ما كنتش في احسن حالاتك. فانا شايف ان ده دايما فرقه البطوله بتشتغل على كده. كابتن نادر شرفتنا ونورتنا، وسعيد جدا بسماع صوت حضرتك، وشكرا على اراء حضرتك في انا بعتذر لكم عشان انا في عشاء بره، فعشان كده شيء اصوات وكده، بس انا مع يعني ما قالوا لي يعني مداخله في القناه طبعا ما تاخرش ابدا. شرفتنا ونورتنا كابتن نادر. كابتن نادر السيد نجم الزمالك ونجم منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ده أمر ورأي مهم كابتن نادر السيد، اللي كان واضح جدا إن فنيا البعد الفني أو الرؤية الفنية لمجموعة اللاعبين اللي بيشاركوا في مركز حراسة المرمى، عواد كان الأقدر والأقدر بالمشاركة مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة. أما عن البعد الآخر ومشاركة مصطفى شوبير، مع احترامنا الشديد لأي اسم في منتخب مصر، ولكن مش هكلمك على إن لاعب بقاله فترة كبيرة جدا مش بيشارك، تتكلم على إن لاعب زي عواد بيقاتل مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، والمعادلة يبقى فيها الشكل ده. فكان التساؤل لكابتن حسام حسن، إيه اللي أنت بتقصده يا كابتن حسام بالجملة دي؟ لو كنت كسبان بهدف كنت دفعت او اشركت محمد عواد. كابتن نادر السيد جاوب على السؤال بتواصل كان مباشر مع الكابتن حسام، وقال ان هو ما يقصدش، ولكن ده مهم جدا اني كمدير فني لمنتخب مصر لما الاقي لغط في تصريح ما هو اللي قاله، وجب زي ما كان هذا التصريح في مؤتمر صحفي الناس كلها شايفاه وعلى مرأى ومسمع الجميع، ان يبقى التوضيح ما يبقاش فيه
مكالمة حد بيستفسر منك عنها، لا حضرتك مدير فني منتخب مصر، ونقدر ونحترم تاريخ حضرتك، وانت احد الاساطير محدش ينكر ده، وكلنا داعمين لمنتخب مصر ولجهازك الفني بالكامل، ولكن وجب التوضيح في نفس الاطار. ما ينفعش ابقى قلت التصريح في مؤتمر صحفي الناس كلها شافته وتناقلته، كل واحد هيجتهد ان هو يفسر، مع ان الموضوع يعني تفسيره كان واضح، بس احنا كنا عايزين التفسير من كابتن حسام نفسه. كابتن حسام يجاوب للناس يقول لهم لا انا كان قصدي واحد واثنين وثلاثه، محدش يفهمني غلط. فحضرتك اللي تطلع تقول ما نستناش ان احنا نتصل مثلا بحضرتك او احد اصدقائك زي كابتن نادر السيد كابتن الكبير، اتصل بحضرتك وحضرتك توضح له، لا طالما كان الوضع والاطار اللي حضرتك تحدثت فيه وقلت فيه هذا التصريح كان مؤتمر صحفي للعامه، يبقى التوضيح يبقى برضو على الملأ ويتوضح للعامه لكل الناس. ده امر مهم جدا. احنا مش محتاجين نتكلم على عواد، بس الراجل ده لاعب كبير، حارس كبير، مش العمليه في كره القدم، لاعبي كرة القدم مش كمبيوتر هتلاقي فيه يوم حلو ويوم وحش، ولكن لما اللاعب يبقى في أعلى مستوياته محدش يقدر يكذب عينيه. أنت شايف عواد من أحسن الحراس الموجودين في مصر، وهو دلوقتي يعني بالمستوى في المباريات في المواجهات المباشرة في خدمة فريقه في مساعدة فريقه في الفوز بالألقاب، كل ده أمر ما ينفعش نغفله. فمحمد عواد لو بصينا على أرقامه مع نادي الزمالك هو يستحق، يستحق الإشادة، لأنه لاعب مهذب وهادي وقعد ما بيثيرش أي مشاكل، راجل جدد لنادي الزمالك ومتواجد من الدار للنار زي ما بقولك في السوبر الإفريقي، بيشارك وبيساعد نادي الزمالك وبأحد أسباب فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي، استمر مع نادي الزمالك في المباريات الاخيره. فدي امور كلها تقول ان عواد حارس كبير جدا جدا، والتصريح ده كنت لا اتمنى ان اراه من مدير فني المنتخب مصر، واحنا قدام تساؤل كبير جدا. كابتن حسام حضرتك كنت تقصد ايه بهذا التصريح؟ تعالوا نروح لارقام محمد عواد مع نادي الزمالك. نجيب لكم كده محمد عواد يعني من بدايته. محمد عواد من مواليد 6 يوليو 92، بدأ مسيرته في قطاع ناشئين نادي الإسماعيلي، لعب أول مباراة ليه في الدوري 25 ديسمبر 2013 أمام القناة مع النادي الإسماعيلي. انتقل للنادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة في منتصف موسم 2014-2015، انتقل لنادي الوحدة السعودي على سبيل الإعارة في موسم 2018-2019، تألق بشدة في الدوري السعودي. محمد عواد انتقل لصفوف نادي الزمالك في موسم 2019-2020 من صفوف نادي الإسماعيلي بعد انتهاء إعارته لنادي الوحدة السعودي، لتصبح الخطوة الأهم في مسيرته الكروية. محمد عواد يحرس عرين نادي الزمالك للموسم السادس على التوالي، شارك في 109 مباراة رسمية، استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مباراة، وتألق بشدة في التصدي لركلات الجزاء أو ركلات الترجيح. محمد عواد حصل مع نادي الزمالك على 7 ألقاب بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري موسم 2020-2021، موسم 2021-2022، ولقبين لكاس مصر موسم 18-19 وموسم 20-21، لقب السوبر المصري موسم 19-20، لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023-2024، ولقب السوبر الإفريقي 2024-2025. عواد شارك مع منتخب
مصر في كأس العالم تحت 20 عام في كولومبيا عام 2011 تحت قيادة المدير الفني كابتن ضياء السيد. عواد شارك في أول مباراة له مع منتخب مصر الأول أمام اليونان في 27 مارس 2018. دي أرقام للاعب عنده استمرارية بقاله فترة مستمر مع نادي الزمالك في أداء قوي جدا، بيساعد الفريق بشكل كبير جدا، ثبات وأداء وجودة حارس مرمى، احنا مش بنشوف الجودة دي باستمرار. فلما يبقى لاعب فايق نمسك في اللاعب الفايق ده، ما نأذيهوش نفسيا، أو حتة إنك تخلص على اللاعب نفسيا بتصريح، دي الموضوع ده أمر كارثي جدا جدا جدا. طيب بما إننا بنتكلم على عواد، كلمنا على عواد، كلمنا على أرقام عواد، عندي أمر تاني مهم وهو المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا في المغرب. تعالوا كده ناخدهم مجموعة مجموعة مع بعض ونستعرضهم مع حضراتكم. المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، المجموعة الأولى صعد منها تونس وجزر القمر، المجموعة الثانية المغرب والجابون، المجموعة الثالثة مصر وبوتسوانا، المجموعة الرابعة نيجيريا وبنين، المجموعة الخامسة الجزائر وغينيا الاستوائية، المجموعة السادسة أنغولا والسودان، المجموعة السابعة زامبيا وكوت ديفوار، المجموعة الثامنة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، المجموعة التاسعة مالي وموزمبيق، المجموعة العاشرة الكاميرون وزيمبابوي، المجموعة الحداشر جنوب إفريقيا وأوغندا، المجموعة اتناشر السنغال وبوركينا فاسو. دي الفرق أو المنتخبات عفوا اللي وصلت لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. عندي تعقيب بس بسيط، يعني تعقيب على قد الحدث. يعني القصة بتاعت كهربا والموضوع انتهى خلاص، الموضوع انتهى، قتل بحثا، نادي الزمالك انهى القصة، موضوع انتهى، مش هنتكلم فيه اكتر من كده. لاعب نادي الزمالك استفاد من خلف هذا اللاعب بأرقام كبيرة جدا جدا جدا، وهو استفاد من نادي الزمالك بوجوده في نادي الزمالك ده أكيد، ولكن الأمر انتهى. وتعرف نتيجة أي لاعب يبيع ناديه بطريقة زي اللي شفناها، الموضوع هيبقى وخيم عليك، هيبقى كارثي عليك. ولكم في هذه التجربة ألف مثل، أي لاعب يفكر يبص هيحصل فيه إيه لو يعني تلاعب بالنادي، عمل حاجات زي ما هو خلاص، يعني ما هو الحكم بتاع المحكمة إنه هرب، هو لاعب هارب انتهى به المطاف إنه دفع الأرقام دي كغرامة لنادي الزمالك، انتهى الأمر. طيب كده اتكلمنا في أكتر من محور مهمين جدا بالنسبة لنا. دلوقتي هنروح لفاصل قصير، بعد هذا الفاصل نروح لفقرة الأخبار، ابقوا معنا. كلمة من سبعة حروف تهز كيان العاشقين، الزمالك، الاسم الذي صنع تاريخا للكرة المصرية والعربية والإفريقية، والنادي الذي استمر سباقا في نيل الألقاب وحصد الكؤوس وعناق البطولات على مدار تاريخه. الزمالك كان أول فريق مصري وعربي يعانق لقب السوبر الإفريقي بعدما تلألأ نجمه في سماء جوهانسبرغ وعزف سيمفونية كروية ممتعة حصد على إثرها اللقب في عام 1994 على حساب غريمه التقليدي الأهلي.
كما كان الزمالك هو صاحب أول فوز في تاريخ الدوري المصري بخماسية سكنت شباك المصري البورسعيدي في 22 من أكتوبر لعام 1948، وكان نجمه محمد أمين هو أول من سجل في تاريخ المسابقة بعد مرور دقيقة واحدة من عمر تلك المباراة، بالإضافة إلى أن هدافه سعد روستم استطاع خلالها من كتابة اسمه بحروف من ذهب وتسجيل أول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. استمر الفارس الأبيض في صولاته وجولاته وسبق الجميع في إحراز الألقاب والبطولات، وكان أول من عانق كأس مصر في أول مواسمه بعدما دك حصون الاتحاد السكندري بخماسية تاريخية في موسم 1921-1922، محققا أول تتويج في تاريخ المسابقة. كذلك كان الزمالك هو أول فريق يحقق دوري منطقة القاهرة، وأعلن بطلا للمسابقة في أول مواسمها عام 1923. ومع حلول الألفية الثالثة استمر نجوم القلعة البيضاء في حمل راية السبق في الألقاب والتتويجات من الأجيال الذهبية السابقة، وكان الفريق الأبيض هو أول من يتذوق طعم التتويج باللقب السوبر المصري من بين جميع الأندية المحلية، وذلك بثنائية تاريخية في شباك غزل المحلة عام 2001. كذلك كان أبناء ميت عقبة هم أول من يحافظون على اللقب بالتتويج بلقب النسخة الثانية في عام 2002 في مواجهة المقاولون العرب. عاش الزمالك، الاسم الذي عشقه الملايين في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية، والنادي الذي استمر قلعة للألقاب والتتويجات التي سبق الجميع في نيلها.
مشاهد الزملكاوي في كل مكان. طبعا كل سنة وانت طيب يا كابتن ايمن. واحد من اللعيبة الموهوبة في نص ملعب نادي الزمالك، وتد شويت وكنترول وباص وسرو. معانا على التليفون الكابتن الكبير كابتن ايمن عبد العزيز، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن ايمن مشرفني ومنورني، كل سنة وحضرتك طيب. وانتوا طيبين يا ابو حميد، ويعني ميرسي جدا، ومش عارف اشكركم ازاي، لكن في الاخر دي قناه نادي الزمالك اللي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه. ده حقك يا كابتن. عليكم طبعا وعلى النادي. ده حقك وانت ابن نادي الزمالك كابتن ايمن. حقك تستاهل يعني اكتر من كده كمان والله. والله يعني الواحد بيبقى دايما مبسوط وسعيد لما بيقترن اسمه باسم نادي الزمالك. اللي عمل نجوميتنا وصنع كل حاجه الحقيقه، وليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. مش اللي احنا فيه كل ده. طبعا بشكركم جدا وبشكر فريق الاعداد، ويعني ميرسي ان انتوا افتكرتوني، ويا رب كده ان شاء الله كل سنه نكون مع بعض باذن الله. جمهور نادي الزمالك عمره ما بينسى الناس اللي خدمت نادي الزمالك، والناس المخلصه لنادي الزمالك في كل الاوقات بقى، هم بيلعبوا في النادي وهم بره النادي، بعد ما خلصوا وبطلوا كوره، وبعد ما بقوا يدربوا، بعد ما بقوا يحللوا مباريات. انت في كل الاوقات محب وعاشق لنادي الزمالك، عشان كده جمهور نادي الزمالك جمهور ذواق، جمهور بيعرف مين ابنه اللي بجد في الاوقات اللي زي دي. هو الحقيقه دي يعني دي مش غريبه على جمهور نادي الزمالك، يعني هو دايما في الاخر الجمهور بيزعل لما فرقته تكسب وتلعب وحش، فعمرك ما هتلاقي جمهور كده في العالم كله، جمهور يكون ذواق وبيفهم في الكوره. الحقيقه زي ما قلت لك ده واجبي، او ده انا بحس انه دايما نادي الزمالك ليه يعني دين في رقبتي لازم اسده، كنت موجود ما كنتش موجود في الاخر انا عمري ما كنت هبقى ايمن عبد العزيز الا بنادي الزمالك وبجمهور نادي الزمالك. فاللي احنا بنعمله كله 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 مهما عملنا مش هيجي حاجه في اللي ادهولنا نادي الزمالك. يكفي زي ما قلت لك قبل كده انت اسمك يقترن بنادي الزمالك، لان احنا من غير نادي الزمالك عمرنا ما كنا نبقى حاجه. خلي بالك. صح يا كابتن والله، وانا كذلك يعني انا بقتضي بكلام حضرتك ده وبقوله على نفسي ده اكيد. عايز راي حضرتك في مسيره نادي الزمالك من بدايه الموسم، بس الاهم والاقرب شفت ازاي قصه عواد وتصريح كابتن حسام، والقصه اللي اثيرت بعد مباراه بوتسوانا، وكنت شايف القصه دي عدم الدفع بعواد ازاي، والتصريح طبعا اللي شفناه كلنا الناس استغربت وفي مليون علامه استفهام على تصريح كابتن حسام انه لو كان متقدم بهدف كان اشرك عواد. بص انا يعني انا ما بحبش دايما اعلق على تصريحات مدربين او تصريحات الناس بتبقى هي دايما في مركز القياده، انما في الاخر انا هقول وجهه نظري واتكلم عنها. اتفضل. وبالاخر عواد جون كبير، وهو بيقدم مستويات هايله جدا تخليه يصنف انه احسن جون في مصر في خلال السنه على الاقل الاخيره دي، اللي هي المنتخب اللي بيلعب فيها الماتشات. فمن حقه الاساسي او من حقه القليل جدا ان هو يبقى الجون الاساسي لمنتخب مصر. فانا اقدر اقول وجهه نظري كده، لكن يعني تعليقات كابتن حسام ممكن يكون صادفها او خانها لتوفيق، دي قصه ثانيه. لكن في الاخر انا بقيم عواد كجون وتقييمه عند انا كايمن او عند الجماهير اللي موجوده في مصر، الناس الواعيه اللي بتعرف تتكلم في الكوره وبتعرف تقيم الكوره كويس، ان هو دلوقتي احسن جون موجود في مصر فحقه الاساسي في المنافسه مع الشناوي، ان حتى لو الشناوي مش موجود وحتى في وجود الشناوي ما يبقاش عندك مشكله جدا ان انت تبعت ان انت تدفع بعواد. في عدم وجود الشناوي الطبيعي جدا ان عواد ياخد حقه يبقى الجون الاساسي لمنتخب مصر. ده انا رايي الشخصي يعني مع احترامي لكل الناس. راي حضرتك طبعا واضح جدا كابتن ايمن. طب ازاي ياثر التصريح ده نفسيا على اي لاعب، وما بالك بعواد في الفتره دي، شايف ازاي ممكن ياثر عليه؟ لا لا انا مش عايز ياثر على عواد خالص، ولا عايز ياخدها من الناحيه دي. انا عايز عواد ياخد ده كتحدي، وانه يبقى تحدي جديد بالنسبه له، انه يثبت للناس كلها ان هو اقدر من اي حد ان هو يحرس مرمى منتخب مصر. صحيح. فانا مش عايز عواد يتاثر خالص، دي يعني دي رساله مني ليك اخ. يعني انا اتعاملت مع عواد بشخصيه محترمه جدا وراجل متزن، فانا عارف هو هياخد التصريح ده ازاي، بدل ما تاخد الموضوع السلبي اللي هيضر عواد وبالتالي هتضر نادي الزمالك. طبعا. فانا شايف انه بالعكس احنا لازم نستغل دوت، ان ده يدي عواد دفعه كبيره جدا جدا، ويديه نقله وتحدي جديد في حياته، ان هو لما يجي يبتدي عشان يقول للناس كلها انا فعلا استحق ان انا ابقى احسن جون في مصر.
مستحق ان انا احرس مرمى منتخب مصر عن جداره من غير ما حد يجاملني ولا حد يقول عليا كلام كويس. جميل. القصه بقى مع نادي الزمالك، نادي الزمالك شايفه ازاي من بدايه الموسم كده؟ لو بصينا على بدايه الموسم، اول مباريات كانت السوبر الافريقي وبعدها السوبر المصري، بعدها مباراتين في الدوري، شايف ازاي بدايه موسم نادي الزمالك؟ الحقيقه السوبر الافريقي كانت مباراه، كانت وجهه نظري وانا في التلفزيون، ممكن تكون ناس زعلت مني، قلت دي كانت مباراه من طرف واحد. نادي الزمالك قدم واحده من افضل مبارياته في كل حاجه، في كل حاجه، في الاستحواذ وفي الضغط وفي المجهود البدني وفي الشخصيه وفي القوه وكل حاجه، كل حاجه اللعيبه طلعت كل حاجه في المباراه دي. فانا كنت شايف ان دي مباراه كانت من طرف واحد. المباراه الثانيه اللي هو النهائي السوبر المصري كانت مباراه كويسه، نادي الزمالك ادى فيها على فترات من المباراه، في المباراه كانت متقاسمه، ضيعنا فيها اهداف، انما في الاخر خسرنا، وده طبيعي جدا ان في الاخر لازم فرقه تكسب، ما كناش موفقين، ما كسبناش، والظروف اللي حصلت قبل المباراه كنا شافتها، فده طبيعي جدا جدا انه يخرج او كفيل انه يخرج اي فرقه بره تركيزها. صحيح. انا شايف ان احنا لو كانت في الظروف الطبيعيه كانت هتبقى لينا افضليه، لكن انا بقول دايما قدر الله ما شاء فعل. بدايه الدوري ما يهمنيش اي حاجه خالص خالص الا ان نادي الزمالك يكسب ويفضل يكسب، لان خلي بالك احمد المكسب دايما هيديك استقرار فني. صحيح. هيدي ثقه في مجلس، من مجلس الاداره للجهاز، ومن الجهاز للعيبه، ومن اللعيبه للجهاز، وهيطمن جماهير نادي الزمالك. انما في الاخر انا ما يهمنيش العب كويس في بدايه الموسم وافضل افقد في نقاط سهله. تمام. انا يهمني ان افضل اكسب بتسلسل كويس، وكده كده المكسب والثقه هتديك اداء كويس، لكن في الاخر انا ولا يشغل بالي ان الناس بتقعد تقول الزمالك ناقص ولا الزمالك بيلعب وحش او الزمالك بيأدي وحش. مفيش فرقه في العالم خالص، فيهم اعظم فرقه العالم السيتي بقى له اربع ماتشات بيخسر. صحيح. محدش بيقول ان هو بيلعب كويس. ريال مدريد خسران بقى له ماتشين ثلاثه، محدش بيقول ان هو بيلعب كويس، محدش بيقول ان هو بطل اوروبا. تمام. فانا يهمني ان الزمالك لازم يكسب، وجمهور الزمالك لازم يبقى واعي جدا، وان هو لازم يدفع الفرقه لناحيه المكسب بس. المكسب اللي بيجيب لك البطولات، مش الاداء الكويس اللي بيجيب لك البطولات. فاحنا لازم نغير الاستراتيجيه بتاعتنا شويه، نغير فكرنا شويه. اه محتاجين ان احنا نلعب كويس، ده طبيعي جدا. جماهيرنا الزمالك ونادي الزمالك دايما متعود ان هو يلعب كويس وان هو يؤدي بشكل كويس، لكن اكتر من ده احنا محتاجين ان احنا نكسب. صح. انت دلوقتي في الفرقه عندك نواقص؟ اه عندك نواقص طبعا، هنحتاج تدعيمات، هنحتاج تدعيمات، لكن وانت بتدعم وبتكسب في نفس الوقت، فده نجاح لمجلس الاداره ونجاح للجهاز ونجاح للعيبه. ولازم الناس تقف ورا المجلس ورا الجهاز اللي موجود ورا اللعيبه، ان هم الحقيقه يستاهلوا ان الناس تقف وراهم، لان هم في فتره قصيره من غير تدعيمات وكان في مشاكل كتير، الناس كانت بتكسب وبيكسبوا بطولات. فاحنا محتاجين ان احنا دايما نفضل وراهم في ظهرهم. كابتن ايمن كل سنه وحضرتك طيب، شرفتني ونورتني وسعيد بسماع صوت حضرتك. شكرا لاراء حضرتك طبعا بكل الحاجات اللي سالناك عليها. طيبين ورب دايما في خير ان شاء الله باذن الله. شرفنا ونورنا النجم الكبير كابتن ايمن عبد العزيز، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، شرفنا ونورنا. طيب تعالوا نروح لاخبارنا. اول اخبارنا من عند معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، اطمن على الأستاذ محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. كان في تواصل ما بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي الزمالك لطمن على محمد طارق، طمن عليه، أعرب طبعا معالي السفير معالي الوزير عن تمنياته لمحمد طارق بالشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة عمله وأنشطته بشكل طبيعي. بادرة مهمة جدا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لكادر مهم جدا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محمد طارق. نادي الزمالك يستأنف تدريباته بكرة، يمكن جوزيه جوميز إدى راحة 24 ساعة للفريق من تدريبات النهاردة. الفريق بكرة إن شاء الله هيستأنف تدريباته استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي يوم السبت اللي جاي، في مباراة مهمة إن شاء الله في الدوري، نتمنى لنادي الزمالك فيها التوفيق. كمان بيعود لنادي الزمالك حمزة المسلوسي بعد الرحلة مع منتخب تونس، مباراتي مدغشقر وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا المغرب 2025. حمزة وصل للقاهرة
النهارده بعد التواجد طبعا مع معسكر نسور قرطاج. يمكن المنتخب التونسي خسر المباراتين وحمزه لم يشارك في المباراتين. يمكن واجه المدير الفني لمنتخب تونس انتقادات كبيره جدا بسبب عدم اشراك حمزه المسلوسي في خط دفاع منتخب تونس. كمان نادي الزمالك هيستعيد الدوليين. هينتظم في التدريبات بكره ان شاء الله محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، بالاضافه للمسلوسي وعمر فرج. طيب، ناس عايزه تعرف موقف مصطفى شلبي من مباراه الزمالك والمصري. مصطفى شلبي كان بيعاني من اجهاد عضلي، خلى الجهاز الفني اداله راحه، يمكن شارك في جزء من التدريب وبعد كده الجهاز الفني اداله راحه من تدريب امبارح. ولكن موقف مصطفى شلبي بشان انه هيلحق المباراه اللي جايه من عدمه، لا، في مؤشر قوي جدا انه هيلحق ان شاء الله بالمباراه. من الناحيه الطبيه هو جاهز، كون الاجهاد العضلي ده في العضله الضمه يمكن اتعامل معاه الجهاز الطبي بشكل قوي، ومشاركته فنيا بقى دي ترجع للجهاز الفني بقياده جوزيه جوميز. طيب، في جلسه ما بين الجهاز الفني وزيزو، عارفين ان زيزو كان عنده اصابه وشفناها طبعا في مباراه البنك الاهلي، خرج مصاب والاصابه بتاعته دي لسه، يعني احنا كنا عارفين انه هيقعد اسبوعين، لسه الاسبوعين على فكره، يعني فتره التوقف الدولي دي قلنا ان زيزو ان شاء الله يبقى قريب جدا من العوده بعد فتره التوقف الدولي، فهيبقى في حديث ما بين الجهاز الفني وزيزو في قصه المشاركه في مباراه المصري، او ممكن يمنحوه راحة ما تجازفش بيه او ما تشركهوش، ممكن ده يرجع للجهاز الفني وللجهاز الطبي عشان تقدر تحافظ على زيزو في الفترات اللي جاي. طيب، دي اخبارنا الزمالك. عندنا خبرين من منتخبات الشباب. عندنا منتخب 2008 بيفوز على تونس بثلاثية مقابل هدفين. يمكن كنت بشوف المباراة، كانت مباراة رائعة جدا، ومنتخب مصر عمل كامباك كان إيجابي جدا بعد التأخر بهدفين مقابل هدف. منتخب مصر بيتعادل 2-2 وبيحرز هدف الفوز في الدقيقة 86 أو الدقيقة 87. كانت مباراة مميزة جدا. مدير الفني طبعا لمنتخب مصر لمواليد 2008 تحت 17 عام، كابتن الكبير كابتن احمد الكاس، نتمنى له كل التوفيق. عندنا فرصه، عندنا مباراه اقل من المنتخب الجزائري، تقدر تعوض ان شاء الله في المباراه اللي جايه، تقدر تكسبها تخش في الحسبه بتاعه الوصول. منتخب مصر بقى للشباب مواليد 2005 فاز على ليبيا 2-1. كان المنتخب كان كسبان لمراحل متاخره في المباراه، ومنتخب الليبي أحرز هدف في نهاية المباراة. المباراة انتهت بفوز منتخب مصر 2-1، بيرجع أماله مرة تانية في الصعود في هذه المجموعة. أنت بتكسب ليبيا المركز الأول، منتخب المغربي أنت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أمور كلها نتمناها إيجابية. ده المنتخب اللي بيدربه روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب، منتخب الشباب مواليد 2005. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. وخلي بالك محمد السيد لاعب نادي الزمالك اتعرض للاصابه، اصابته برضه عشان نطمن الناس، محمد السيد بيشارك مع منتخب مصر مواليد 2005. خلي بالك محمد السيد مواليد 2006 كمان، يعني اصغر من المنتخب اللي بيلعب فيه، اتصاب في منشأ العضله الاماميه. نتمنى ان شاء الله ان مراحل التاهيل ترجعه سريعا ان شاء الله للمشاركه مع نادي الزمالك مرة تانية. طيب، بكده تكون انتهت الأخبار. معانا دلوقتي فاصل،
قصير، هنرجع بعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا اللي مشرفينا ومنوريننا، نجوم نادي الزمالك السابقين الكابتن الكبير كابتن محمد سعيد حمزة والكابتن محمد جمال. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان، وصلنا للفقره الحواريه في زملكاوي مشرفنا ومنورنا فيها النجم الكبير نجم نادي الزمالك كابتن محمد سعيد حمزه. يا كابتن محمد مشرفني ومنورني. اهلا بيك. اهلا بيك. سعداء بوجودك معانا والله. انا اسعد الله يحفظك. ربنا يخلي حضرتك. مشرفنا ومنورنا كمان كابتن محمد جمال نجم نادي الزمالك السابق كابتن جيمي، شرفنا ومنورنا. مبسوط اللي انا في قناه نادينا الحبيبه، وفخور اللي انا مع كابتن محمد سعيد رمز كبير من رموز نادي الزمالك. الله يكرمك. اسطوره. احد الاساطير، ويمكن الناس اللي اكبر مني شويه بيحكوا لي بقى على الكابتن محمد سعيد بيقولوا لي كان حدوته بقى. شفنا احنا جيمي، شفنا الكابتن جمال حمزه، بس حكايات بتتقال عليك يا كابتن محمد. ابن الوز عوام زي ما بيتقال. بيبالغوا بس شويه. لا 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 العفو، انت كنت واحد من نجوم نادي الزمالك في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات. الناس دايما يعني الجيل اللي هو بيمتع الجمهور بكرة القدم. الله يخليك. الله يكرمك. شكرا يا حبيبي. خلي بالك في بعض الناس، في بعض بقى الاجيال الصغيره دي، يعني في ناس بتشوف فيديوهات قديمه، بتشوف حاجه، بتشوف حكايه او مقال اتكتب. بس كابتن محمد كان الجيل بتاعك، تحكي لنا عن الجيل الاول. انا عايز قبل ما اخش في القصص بتاع عندنا منتخب وعندنا نادي الزمالك، كلمنا على الجيل اللي لعب فيه كابتن محمد سعيد حمزه. لا بص، هو الجيل بتاعنا اللي ابتدينا مع بعض من الاشبال من واحنا صغيرين. طبعا كنت انا واحمد عبد الحليم، محمد صلاح، حسين عبد المنعم الصناديه، وسيد سلامه، ومحمد شريف، وعبد الرحيم محمد الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، ومحمود فوزي. ده جيل، يعني دول اللي انا بقول لك الجيل اللي هو ايه، يعني كان فيه طبعا اسامي كتير تانية بس دول ستة او سبعة لعبوا درجة اولى. يعني طلعوا الفريق الاول. انا طبعا اول ما ابتديت اطلع الفريق الاول، صعدت الفريق الاول، لحقت طبعا ناس من الكبار، الاجيال اللي هي يعني العظيمة بتاعت الستينات وبتاع، من مع كابتن حمادة وكابتن عمر النور وكابتن فاروق السيد وكابتن ياسين الله يرحمه. كابتن ياكا، حضرتك قلت لي كابتن ياكا. لا ما لا ما كان يعني كان بيلعب، بس انا الماتش اللي انا ابتديت بيه ده ما كانش موجود يعني. وبعد كده طبعا، وكان بقى ساعتها طبعا متصعد بيلعب في الدرجه الاولى فاروق جعفر وكابتن علي خليل وكابتن خواجه، وكان محمود سعد وغانم سلطان، كل دول اللي هم كانوا جيل في الجيل قبلينا في الاشبال. واحنا ابتدينا نطلع عليهم. انا واحمد عبد الحليم ومحمد صلاح وكملنا. وبعد كده بقى طلع علينا بعد كده نصر ابراهيم ومجدي شلبي وعادل عبد الواحد وبعدين ابراهيم يوسف، ويعني عشان مش عايز انسى حد، بس يعني اجيال بقى تعاقبت. فانا بالنسبه لي لعبت مع حوالي خمس ست اجيال. انا لحقت الجيل بتاع ايمن يونس واحمد رمزي وبتاعه، بس ما لعبتش معاهم ماتشات رسميه. يعني انا كنت معاهم ثلاثة، يعني كنا في المعسكر بتاع 83 ده في رومانيا. وبعدين جيت انا جالي القطع اللي في العضله ده وبطلت. ما بس يعني لعبوا معايا ماتشات حبيه ومعايا ماتشات حبيه، ماتشات وديه يعني. الفتره دي كانت صعبه كمان في حته الاصابات دي يا كابتن محمد. اللي كان بيجي له اصابه كان شكرا. هو بص طبعا زمان ما كناش بنسمع عن حاجه اسمها رباط صليبي. يعني كانت القصه دي، ما هو طبعا كان اكيد موجود، بس يعني كان ما كانش ايه، يعني كان يقول لك ايه ده جاله غضروف. جاله غضروف في الركبه بيبطل بيها، يعني مفيش حد بيجي له غضروف يبطل. محدش بيجي له مثلا، كان مثلا زمان لا قدر الله واحد بيتخبط خبطه يتقطع وتر اكيلس. بيبطل على طول. مفيش علاج. العلاج لا، ما كانش العلاج طبعا زمان. العلاج ما كانش دلوقتي. وبعدين برضه الكوره زمان ما كانتش طف قوي كده زي، يعني ما كانش فيها العنف والضرب والتخبيط بتاع دلوقتي. دلوقتي انت بتشوف واحد بيروح ماشي وبعد الكره ما تطلع منه يروح داس على انكر رجل واحد. طب يعني ما ليه يعني، ما فيها اذى دلوقتي الكره؟ لا لا فيها يعني ما فيها قوه بدنيه اقوى. مش قوه بدنيه وبس، لا ده فيها كمان اذى زي ما بيقول. ما انا بقول لك يعني انا خلاص، انا الكره اتاخدت مني
خلاص ما انا هحاول اجيبها اه، لكن ايه اللي خليني ادوس على وش انكل رجل الراجل وممكن يعني يوصل له قطع في الاربطه او ليه؟ يعني المعايير اختلفت طبعا. لا طبعا جيب انت لحقت بقى يعني الموضوع بعديه بعد الكباتن والاساطير بشويه، والفتره دي يمكن كان فيها بقى التطور شويه، يعني ممكن حد يتصاب ويقعد شويه يعافر كده في العلاج وبعد كده يرجع من الاصابه. طبعا انا كان ليا الشرف ان انا صعدت درجه اولى وانا عندي 17 سنه بعد كاس العالم على طول. احنا المنتخب بتاعنا كان خدنا بطوله افريقيا في بتسوانا ورجعنا ده منتخب 17 سنه بالظبط كده. كان ليا الشرف ان انا كنت لعيب اساسي معاهم، جيل ابو العلا والمجموعه هاني سعيد وعمرو الدسوقي والمجموعه دي. خدنا كاس العالم، خدنا بطوله افريقيا وبعديها رجعنا معسكر 3 شهور عشان كان كاس العالم كان هنا في مصر. انا ليا بس يعني ملاحظه بسيطه لبتسوانا، لان الناس كلها كانت بتشجع موريتانيا، انا كنت بشجع بتسوانا لان انا عشنا هناك حوالي شهر ونص. كان ليا ذكريات حلوه. اولا احنا رحنا البطوله دي تكمله عدد، احنا كده كده كان كاس العالم عندنا في مصر فاحنا كنا مشاركين، فقال لك خلاص روحوا البطوله دي اعملوا احتكاك ولا حاجه، انتوا هتروحوا هتطلعوا من الادوار الاولى، لان افريقيا ساعتها كانت التسنين والجسم كان كبير جدا، فقالوا يعني لو طلعتوا دور الثمانيه ولا حاجه يبقى انجاز بالنسبه لكم. رحنا طلعنا اول مجموعه، طلعنا فرقه بحجم كوديفوار طلعناها بره، كنا احنا ومالي وكوديفوار، كان هما الاثنين دول كانوا اقرب اثنين يصعدوا، الحمد لله طلعناهم وطلعنا اول، وبعد كده كسبنا غانا في النهائي. فيعني كان بالنسبه لي ذكرى حلوه قوي هناك. وبعدين بعد البطوله ما خلصت كان عندنا برضو فتره كبيره اللي احنا نقعد هناك، لاننا كنا بنمتحن ساعتها ثانويه عامه، فقعدنا حوالي بعد البطوله حوالي 3 اسابيع هناك عشان بنمتحن ثانويه عامه، لان ابتدينا اثناء البطوله فكنت لازم تكمل الثانويه العامه هناك في بوتسوانا. في بتسوانا يا نهار ابيض، كان قرار منه ما كان بقول لك حاجات غريبه قوي حصلت. فعشان كده انا بقول لك قعدت شهر ونص هناك. البلد جميله جدا، بلد هي قريبه قوي من جنوب افريقيا وشعبها طيب جدا. فانا بصراحه من ساعتها وانا بحب بتسوانا قوي، كانت ساعتها مش على الخريطه، بقى لهم كام سنه كده على الخريطه، فانا زي ما بقول لك لحقت بقى بطول لحقت. كان الجيل المنتخب 17 سنه ده، قول لي اسامي الناس اللي كانوا موجودين معاك كده. لا يعني اسامي كبيره جدا بس للاسف ما خدتش حقها اعلاميا. طب قول لي يعني مثلا كان الجون بتاعنا احمد اكرامي رحمه الله عليه، اخو شريف اكرامي، ده كان حاجه تانية خالص. مع احترامي لاي حارس مرمى في مصر، احنا لعبنا بطوله افريقيا ما دخلش فينا جول واحد، جول واحد دي ما حصلتش قبل كده. كان الجيل بتاعنا كان ليبرو هاني سعيد طبعا المدير الرياضي في بيراميدز، كان عمرو الدسوقي المصري، كان في اشرف عبد الجليل ومحمد خيري كنت انا باك رايت، كان في ياسر علي باك شمال اللي هو مدرب عام دلوقتي مع كابتن بسيوني في طلائع الجيش، كان في نص الملعب محمد عز، في اشرف ابو زيد، في واحد كان من المنصوره اسمه الخطيب الخطيب مصلح، كان حاجه جامده جدا، بس الولد ده اختفى للاسف في ظروف غامضه. كان قدام كان في احمد بلال وكان في عرب السيد وكان محمد فضل كان معانا الجيل ده. كابتن ابو العيله كان معاكم في الجيل ده؟ طبعا كان كابتن المنتخب. ما انا كنت لسه هقول لك الفاكهه بتاعتنا. بالظبط انا لقيتك ما قلتش اسم كابتن ابو العيله. ما انا هقول لك بقى في الاخر. وكان بقى المجموعه دي كلها كان كابتننا كابتن محمد ابو العيله، كان هو الليدر وفعلا كان كابتن يعني زي ما الكتاب بيقول. خدنا البطوله دي وهو اللي حمل الكاس ساعتها، والحمد لله بعديها رجعنا بقى كاس العالم. وبعد كاس العالم مباشره باسبوع كابتن مستر كرول كلمني انا، ويعني كلم الاداري، كلمنا طبعا انا وبالعلا، رحنا على طول جينا من المعسكر بتاع المنتخب على الدرجه الاولى. الحمد لله خدت معاهم افريقيا اسيوي، خدت معاهم كاس مصر بعد كده مع كابتن ابو رجيله، خدت كاس افريقيا ابطال الكؤوس مع مستر اوتوفيستر وكابتن حلمي طولان، وبعدها خدنا الدوري
2000 2001. وبعد كده بقى حصلت لي اصابه والدنيا اتغيرت بالنسبه لي للاسف. كنت هكمل بس يعني الاصابه بعدتني، بس الحمد لله رجعت بعد كده بقى بلديه المحله ومقاولين عرب، قعدت 7 سنين وبدات بقى الحكايه بعد ما خلصت التدريبيه، وهنقولها بقى بعدين ان شاء الله. ان شاء الله بس حلو الربط ما بين بوتسوانا في 97 وبوتسوانا اللي صعدت معانا دلوقتي، مع احترامي بقى الشديد لعشرتك للبوتسواناويين في بوتسوانا. لا انا بقى يعني المنتخب الموريتاني منتخب عربي شقيق، انا بحب موريتانيا جدا طبعًا يعني. طبعًا طيب طبعًا. خليني اسال كابتن محمد، شفت ازاي مباراه كاب فيردي ومباراه بوتسوانا كابتن؟ بص هو شوف الماتشين دول طبعا كانوا فرصه ان كابتن حسام يبتدي يدي الناس اللي هو المفروض ناخدهم معاه على اساس ان يديهم، يبتدي يشوفهم، يبتدي يحكم على المستويات. طبعا اكيد هو مختار لعيبه عارف امكانياتها ايه وعارف مستواها ايه وكل حاجه، بس برضه الاحتكاك الرسمي او الماتشات حتى لو كنت بتلاعب فرق كمستويات يعني اقل بتبين برضه اللعيب. فهو صحيح. هي كانت الفرصه ان هو يجرب اللعيبه دي يعني، واخد بالك؟ طبعا كانوا الماتشين تحصيل حاصل. حكاية ان الناس زعلانه ان احنا تعادلنا، لا طب زعلانين ليه؟ اولا انت رحت لعبت في الماتش الاولاني اللي هو اللي كان في كاب فيردي ده وراجع، ما هم نفس يعني اللعيبه. انت غيرت في الماتش الثاني حوالي 5 6 أو 7 مثلا من اللي لعبوا الماتش الاولاني، بس ما هو التيم كله مع بعضه. انت عارف السفر بيرهق اكتر من ماتشات. صحيح. يعني ركوب الطيران والسفر وبتاع، وفرقه جايه ما عادتش 48 ساعة جايين من السفر وجايين من الإرهاق وجايين من، وبعدين بيلعبوا، وعشان تبقى عارف أرضية الملعب بتاعة كاب فيردي لا الصناعي، الماتش اللي هنا، الماتش اللي هنا برضو الأرضية مش كويسة يعني، برضو هي دي مش عايز أقول إيه، لكن واللعيبة نفسيا بيبقوا إيه مريحين يعني، بتبقى خلاص انت كسبان وصعدت اول اول وبتاع، باي برضه بلعيب بيخاف يتخبط، يخافوا الفرقه اللي قصادك بتلعب بشراسه عايزه تكسب، عايزه على الاقل تتعادل عشان تصعد. فطبعا كل الامور دي يعني بيبقى لها تاثير. لكن انت النهارده لو كنت محتاج ماتش من الماتشين دول كنت هتكسب، هتكسب كتير. ايوه واخد بالك، وكان هيبقى الشكل مختلف تماما. واخد بالك، انا شايف من وجهه نظري ان يعني منتخب يؤدي اللي عليه الراجل حسام يعني عامل نتيجة كويسة جدا يعني. انت الراجل لعب كم ماتش؟ لعب كم ماتش في التصفيات دي؟ ست ماتشات. مش كده؟ كسب أربعة وتعادل 2. كويس، يمكن دي ما حصلتش من ايه؟ من فترة طويلة. وبعدين بتكسب بشكل كويس الماتشين، سيبك من الماتشين اللي انت تعادلتهم، انت رحت كسبت فرقة في ملعبها 4، فرقة في ملعبها 3، نفس الفرقة اللي ممكن تكون منهم فرقة اللي انت تعادلت معاها. فالماتشين دول مش مقياس. طب تجربة كابتن حسام لحد دلوقتي، صعد لكاس أمم إفريقيا في المغرب وهيصعد كاس عالم، ونتمنى طبعا إن شاء الله يعني، بس أنا بقول لك هيصعد كاس عالم. ده طبعا تجربة ناجحة، تجربة ناجحة بكل المقاييس يعني. ده وجهة نظري. يقعدوا يتكلموا أو يعني الناس بتتكلم على إن هو بفاضل ومش فاضل. أولا حسام ما بيحبش غير شغله. ده انا عايز اقول لك حاجه، انا حسام حسن قابلته مره واحده في حياتي عندنا في البيت. كان قاعد بيلعب مع جمال ابني طاوله عندنا في البيت، كان قبل التمرين. فما يعني قصدي اقول لك يعني ما فيش بيني وبينه، واخد بالك؟ لكن هو طبعا راجل مخلص في شغله، وراجل بيأدي عمله على اكمل وجه، وليه وجهه نظر. طب ايه رايك في عدم الدفع بعواد في المباراه الاخيره؟ هذه من ضمن الحاجات اللي مش صح يعني، انا وجهه نظري انها من الحاجات مش صح. لسبب ايه هو؟ انت اولا عواد، انت النهارده الجنين اللي في مصر اللي هم المفروض ان هم اعلى فورمه فنيه صحيح، شناوي وعواد. صحيح. شوبير جون هايل لا غبار عليه، بس الفتره الاخرانيه ما بيشاركش. كويس، الفتره الاخرانيه كمان عواد اعلى من الشناوي. صحيح. يعني في الفتره الاخرانيه كمباريات وكبتاع، لكن انت النهارده بتدي الشناوي على اساس ان ده جون
مصر. انا كان من وجهه نظري انا الشخصيه طبعا، هو يعني ليه وجهه نظره وليه طبعا يعني حيثياته في الموضوع ده حسام. انا كان رايي ان ماتش مثلا بتاع الراس الاخضر ياخدوا عواد، والماتش الثاني مثلا ياخدوا شوبير، صحيح، وكان الشناوي يرتاح يعني يريح الشناوي يعني على اساس ان الماتشين يعني ما تحصيل حاصل، وفي نفس الوقت مش مساله تحصيل حاصل، ما دي جوان. عواد النهارده في الفتره اللي هي قبل التجمع الاخراني ده احسن جون في مصر، صحيح، او بلاش احسن، اعلى يعني اعلى فورمه فنيه دلوقتي، اكبر فورمه فنيه، صحيح، فكان لازم ياخد. انا كل اللي ويستاهل ومن حقه انه ياخد رصيد من البطولات المباريات الدوليه، بس دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بس بتمناه من عواد كزملكاوي بقى، واخد بالك، ان دي ما تاثرش عليه. بس التصريح اللي بعد الماتش يا كابتن ياثر على اي حد ولا انت شايف ايه؟ لا، هو التصريح اللي هو بتاع ان انا النتيجه لو كسبان، لو كنت كسبان كنت هغير، دي برضو يمكن يكون المقصود بيها يعني او المعنى اللي توصلت بيه للناس غير اللي هو يقصده. انا تصوري كده، بس المفروض يوضح. حسام اصله مش يعني معلش ما هوش ولا يعني حسام برضو راجل موزون وراجل ليه دماغ وليه بتاع ده يعني، فاكيد لا اكيد طبعا ما يقصدهاش مليون في المية. احنا بندعم كابتن يعني، انا هلاعب عواد لو كنت كسبت الماتش او النتيجة، لا لا، هو ممكن يكون يعني جانبه التوفيق في وارد في جدا التصريح، في التصريح، بس هو بس وجب التوضيح الماتش هو 1-1 فانا برضو عايز اكسب الماتش، فابتديت ازق لعيبه بقى من اللي هي او يعني انزل لعيبه في الشق الهجومي ده عشان لفظ كروي بس يعني انزل لعيبه عشان اغير النتيجه، ممكن يكون هو ده التفكير اللي هو في دماغه. حته حراسه المرمى يعني ما موجوده، يعني قصدي اقول ايه، ان شوبير موجود وواقف وكويس يعني ما فيش مشكله، الكلام كله على مين اللي هيشترك اصلا، قليله في الملعب ومش في مستواها ومش في يومها، فابتدي اغير اللعيبه دي، انزل ناس يمكن تجدد الدم، اقدر اكسب الايه، صحيح، الماتش بس. لكن يعني انا مع نفسي، بس كل اللي بتمناه ان عواد ما يتاثرش خالص بالايه، بالتصريحات والكلام، ما يبصلهاش. طب تنصح كابتن حسام حسن بايه في الفتره اللي جايه؟ انا يعني اقول له يعني يفضل على نفس النمط او نفس الاسلوب اللي هو ماشي بيه، واخد بالك، مع ان هو يبتدي يبص لبعض اللعيبه، عشان برضه ما اذكرش اسامي، مش عايز اذكر اسامي، ان في لعيبه تستحق انها تبتدي. طيب يعني هقول بقى اسامي بدل يعني انت عايز عمال تبص لي. انا لا، حسام عبد المجيد من المفروض انه كان يبتدي. انا ببص لحضرتك عشان هسال كابتن محمد في نفس الموضوع بتاع عواد، يعني واحده برضه كده هرجع لحضرتك. انا كان من وجهه نظري ان حسام عبد المجيد لازم كان يبتدي. جميل. الفتره الاخرانيه مستوى ثابت، فورمه عاليه، مخلص المنتخب الاولمبي، رجع مع الزمالك، خد بطوله بعديها، جه ماتشات مع الزمالك، ماتشات الزمالك كلها زاد وبيتطور وبتاع، فانا اكسبه للي جاي. وبعدين كان اديله الماتشات اللي هي اللي كان يعني ده دي وجهه نظري كبدايه في مباريات دوليه، تديله في الحقيقه في الماتشات دي. لكن حسام بقول له ربنا معاك ويوفقك، وما تتاثرش بال اي الناس بتخبط، اللي بتقعد تخبط دي او تتكلم كلام بتاع، لا انت ماشي زي ما زي الفل، بس قلل من التصريحات، لان التصريحات دي نصيحة مهمة جدا. انا بكلمك كأخ كبير ليك بقى، مش عايز اقول ابوك يعني، اخ كبير ليك، قلل من التصريحات، لان التصريحات هتوصلك انك تغلط. صحيح. كابتن محمد، شايف ازاي القصة بتاعت ان عواد مصطفى مين اللي يشارك؟ انت شايف مين الاقدر ان هو يشارك مع منتخب مصر وليه؟ بص يعني انا مش عاوز انا اكلمها بزاويه زمالك واهلي، انا بتكلم في الحق، انا بتكلم العدل، فني العدل، الفني، الكلام على منتخب مصر، احنا بنشيل الالوان كلها، ان الكرش اللي كابتن حسام حسن عمل توليفه جديده، عنده فكر جديد دلوقتي، حتى قبل التجمعات بقى عامل حاجه غريبه، بقى الناس مستنيه اسامي السكواد اللي هياخد، فتح باب المنتخب للجميع، بقى أي حد مميز في الدوري الممتاز بقى ياخده، وبقى
مشروع لأي حد. كان الأول أيام زمان كنت القوائم كانت 90% معروفة والعشرة في المية ده دلوقتي بين 50 و50 تمام. فدي حاجة كويسة من كابتن حسام حسن. جميل. يعني دي أول حاجة مميزة بجانب بقى الروح الكويسة اللي بيعملها. بس احنا بنتكلم ده منتخب مصر. العدل أساس الملك. تمام. عواد يعني مش هقعد اقول كلام يعني معاد ولا لا، هو يستحق. الفتره اللي فاتت دي نمره واحد في مصر واخد بطوله السوبر الافريقي وكان له فضل كبير بعد ربنا عليه علينا كمستوى. السوبر المصري مباراه بيراميدز كان له دور كبير، مباراه الاهلي كان له دور كبير، واخد احسن حارس في البطوله، راجل فورمه عاليه جدا، اتاخد منتخب مصر. الطبيعي اللي هو الفتره دي لازم يلعب يعني. طبعا الشناوي انا عارف كابتن حسام حاطه نمره واحد، بس ما دام الشناوي مش موجود ايه الطبيعي وانت مغمض؟ الطبيعي العواد يبدا هناك، هنا يبدا يبقى الحارس الثاني. الفورمه المباريات اللي احنا بنتكلم مش ده مش تقليل في مستشفى مصطفى شبير. مصطفى شبير حارس واعد وهيجي الفتره الجايه دي، بس الاحق اللي كان عواد يقف. ودي انا شايف بصراحه نقطة سلبية كبيرة جدا في جهاز الكابتن حسام حسن اللي هو ما اداش عواد حقه. بجانب طب انا اقول لك حاجة، انا فرحان جدا بطاهر محمد طاهر اهو في النادي الاهلي، مستواه عالي جدا، لعب ولعب الماتشين وكان ادى بشكل كويس لان قبليها كان فورمة كويسة في الاهلي. طب انت ليه يا كابتن حسام خدت بميكائيلين؟ ليه خدت؟ انا اهو واحد زملكاوي جدا فرحان اللي انت اديت طاهر حقه لانه عشان اخر فتره كان كويس. ماشي كويس. فاهمك. طيب. حسام عبد المجيد زي ما الكابتن قال، مع احترامي لربيعه مع احترامي لاي حد، حسام لعيب دولي دلوقتي، لعيب لعب مباراه زي السوبر الافريقي وكان نجم من نجوم الفرقه، ولعب على واحد بحجم وسام ابو علي وما عملش اي حاجه معاه. السوبر الافريقي بعديها السوبر المصري السوبر المصري بعديها، قبليها كان لاعب البوليس الكيني وقبلها الاولمبياد والاولمبيات. فالراجل جاي فورمه يعني انا بصراحه يعني مش متوقع. حاجه بقى اخيره مع احترامي يعني الكابتن حسام طبعا كابتننا وحبيبنا وانا اتشرفت اللي انا كنت معاه في نادي الزمالك سنتين لما جه كلاعب وكنت متصاعد معاهم. بس يعني طول ما محمد هاني مش موجود باك رايت الطبيعي اللي عمر جابر لازم يبقى متواجد، وفي وجود محمد هاني بس تخيل لو محمد هاني لان ارقام عمر ارقام كابتن عمر جابر اعلى من اي حد عدا محمد الشيبي خبره. فانت بتتكلم على المصريين اعلى باك رايت مصري هو عمر. فهي دي النقط الصغيره اللي انا كواحد مشجع لمنتخب مصر طبعا بقى قاعد طب ليه انا واحد مش يعني واحد مدرب دلوقتي ولاعب سابق ولاعب منتخبات وعارف كابتن حسام حسن جه عليه فتره كان مظلوم. يعني انا حضرت الجيل ده كان معانا في نادي الزمالك وما كانش بيروح منتخب مصر. كان كابتن محسن صالح كان هو اللي ماسك المنتخب وكان كابتن حسام حسن بيكسب الزمالك وبطولات ما كانش بيروح منتخب مصر. الناس كلها كانت بتهاجم كابتن محسن صالح. ليه يا كابتن محسن؟ قال لك عشان كان في حاجه ما بينهم هما الاثنين. طب عمر جابر يا كابتن حسام حسن، عمر جابر لعيب ملتزم جدا، لعيب فني عالي جدا، قائد. ده اللي كان اللغز بتاعي انا قبل المباراتين وقبل المعسكر. انا كان عندي علامه استفهام كبيره. اتمنى اللعيبه الكبيره في منتخب مصر لو في اي حاجه من دي عمر جابر يستحق دلوقتي التواجد يبقى في منتخب مصر ويبقى اساسي من اللعيبه. قصدك لو في حاجه ملهاش علاقه بفنيا بالظبط تذوب الامور. يعني اتمنى محمد صلاح وتريزيجيه والناس الكبار اللي موجودين يتدخلوا مع كابتن ابراهيم حسن، واكيد ان شاء الله نشوف عمر جابر الفتره الجايه موجود في المنتخب ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد عايزين نروح للزمالك، شايف ازاي الزمالك مع جوزيه جوميز؟ بص اتفضل. هو جوزيه جوميز ده انا بالنسبه لي بقسمه لمرحلتين. ماشي. مرحلة أول ما جه، يعني أول ما جه ومسك الفرقة تحس إن هو يعني ما بيعملش حاجة. يعني مفيش ملوش بصمة. ما كانش فيه نتائج. بس كان التنظيم عندنا كان صعب قوي قبل ما يجي. أنا بقول لك أهو كناش بنسترجع الكورة أصلاً. فهو الراجل عمل شوية حاجات في التنظيم. قلنا نصبر على الراجل.
ما هو الراجل في الظروف دي لازم نصبر عليه لما نشوف الدنيا، ويمكن لما بعض المراكز يحصل فيها تعديل الراجل ده يبقى. فوجد يعني وجهة النظر اتغيرت لان هو ابتدى يبان انه ليه بالتدريج ملامح بالتدريج. ايوه. وبعدين انا اكتر حاجه، معلش انا كزملكاوي اكتر حاجه يعني بتخليني فرحان بالراجل ده انه بيعرف يلعب الاهلي. ايوه. بيعرف الماتشات الكبيره بيعرف يلعب بالاهلي بالذات. بيعرف يلعب مع الاهلي بالذات. ممكن يكون هي بقى فيها جزء من اللك برضه. طبعا. بيبقى لاكي، بيبقى بتاع، بيعرف بيقرا الماتش، بيبقى قاري الفرق اللي قصاده يعني كده. هو الراجل ده انا اعتقد انه استمراره مع الزمالك، واخد بالك، مع توفير بعض الاماكن الاضافات اللي هي تبقى اضافات يعني السكواد بتاعه يقوى شويه، اعتقد ان هو يعني هيعمل شغل كويس قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فرقه الزمالك فرقه كويسه جدا على الامكانيات اللي موجوده وعلى الوضع والضغوط اللي فيها النادي. فرقة نادي الزمالك انا بعتبر ان كل اللي في الملعب دول ابطال. خد بالك، ناس ليها فلوس، مش عايز اتكلم بقى في حاجات يعني المفروض ان الناس يعني متاخره، عقود المفروض تتجدد، واللي واللي واللي، ويبقوا مقدرين ظروف النادي ووضع النادي، وان برضو مجلس الاداره عايز يعمل للناس دي كل اللي هم عايزينه، بس مش قادرين يعني الظروف ضغوط. اديك اكتر واحد عارف النادي بيتعرض لايه. ده احنا بنخلص من مشكله بنسد باب بيطلع لنا 100 باب. صحيح. فيعني ربنا يكون في عون الناس دي وربنا معاهم. فرقه الزمالك ناقصها، شوف بقى انا هقول لك حاجه يمكن ناس كتير تقول لك، ناقصها سترايكر. نادي الزمالك عايزه هداف، عايزه واحد ما يلمسش الكره 90 دقيقه ويجيب لي جول. ايوه. زي فراوده، يعني الفراوده كتير. احنا عايزين سترايكر. انا مش عايز سترايكر يسقط اسمه ايه، ناصر منسي لعيب كويس جدا وراجل هداف. الجزيري نفس القصه، بس انا مش عايز سنتر فيرويد او الاسترايكر يطلع بره ال 18 يقعد لي في قدام ال 18 ويستنى ياخدها بدماغه ويعملها. طب انا ماشي، انا خدت الكره بدماغي وقدرت اسيطر عليها، طب ما انا هروح في لسه اتنين ورا. انا عايز ابقى مع اخر واحد. عايز واحد يعرف زي بصراحه اللي بيعملها دلوقتي كده اللي هو بتاع الاهلي اللي هو الوسام. خد بالك، هو لعيب كويس طبعا، لعيب خطير، بس بيعرف ازاي يجيب جول، يحط نفسه في المكان اللي بيخليه يعرف يجيب جول. لو راح مرتين بيجيب واحده، راح ثلاثه بيجيب اتنين. فانا محتاج كزمالك محتاج سترايكر من النوعيه دي. عنده مواصفات متكامله. بس برضه الجزيري لما بيركز يا كابتن محمد، انا ما قلتش لكش وبيلعب في ال 18 برضه حاجه ثانيه. هو الكابتن محمد عايز هداف شغلته الهدف، عايز واحد يكون شغلته انه يجيب اجوان. تمام. حسام حسن كانت شغلته ايه؟ بيجيب اجوان. هو عايز الكابتن، عايز التسعه صريح، مش عايز عمرو زكي. حضرته عندي وجهه نظر طبعا الكابتن يعني استاذنا، بس الجزيره كابتن لو بياخد نفس يعني عنده نفس السيستم اللي محطوط، ما عندوش مشاكل زي الموجوده في نادي الزمالك. احنا عندنا كابتن زي ما حضرتك بتقول مشاكل اداريه ومشاكل فنيه، عشان كان في وقف قيد، كان في الحاجات دي كلها. كابتن انا وجهه نظري السيف الجزيري لو فاق وجدد له وكده هيبقى، لا هيبقى في حته تانية خالص، فرو تقيل جدا. انا ما قلتش انه انا برضو انت أيوة. بتقولني حاجات انا لا لا انا بقول لك ان الجزيري 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 وناصر منسي كمان طبعا دول يعني فراوده يعني. بس انا زي ما بقول لك انا عايز معاهم واحد، يا عم عايز معاهم واحد يشدهم، يبقى شغلته لو الجزيري طلع لعب الكره بدماغه يلاقي واحد يروح لطشها. ايوه. ما عادش فيه يا عم الكلام ده. انا عايز واحد بالكره بتنزل له في ال 18، ولا بقى هيدوس ولا يوقف ولا ياخد على صدره ولا ياخد، لا الطش. ايوه. ما عادش زي ما حصل في الكابتن عايز المواصفات اللي هي الفرويد المتكامل رقم 9 الهداف. تمام. اللي بيجيب من نص فرصه زي ما بيتقال كده. هقول لك حاجه انت سوري، مين هداف نادي الزمالك بقاله جه 3 سنين؟ زيزو.
وزيزو شغلته السترايكر؟ لا زيزو راجل بيلعب تحت اليمين، لا اما يمين لا اما شمال، لا اما بيجي لك من تحت. صحيح. بس عشان الراجل عنده ملكه انه يعرف يجيب جول. صحيح. واخد بالك؟ لكن ما بالك بقى دي لو موجوده عندك سترايكر بقى بمواصفات، واخد بالك؟ فيا ريت يعني يا ريت يكون فيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. النقطه الثانيه، تعالى انت عندك ده في نص الملعب مين اللي هو يعتبر سته؟ دونجا. دونجا لما بيتعور ايه اللي بيحصل؟ بيلعب شحاته، بتقعد تجيب ده شحاته مره، بتجيب ده مش عارف مره، لازم يبقى في واحد تاني بديل، وبالذات ان انت الماتشات كتيره. صحيح. وبطولات طبعا كتيره. افريقيا واللي واللي واللي، فلازم يبقى في واحد كمان. صحيح. فين بقى اجيبه منين؟ واخد بالك؟ وبعدين انا من وجهه نظري يعني الجماعه اللي بيروحوا يجيبوهم من افريقيا دول ودفعونا دم قلبنا، ما هو دي ناس بقى اللي يعني كانوا موجودين قبل كده. انا ما شفتش لعيب افريقي في الفتره الاخرانيه دي، اللي هم الجماعه السمر يعني اللي هم بيجوا من افريقيا الافارقه، الفتره الاخرانيه دي كلها ما فيش فيهم واحد يعني مستوى نادي الزمالك او يبقى يعني يقدر يلبس فانيله نادي الزمالك. ما فيش. يمكن شويه الراجل اللي هو كان على فترات ده اللي هو اللي اسمه ابراهيم مضاي ده، وده كان على فترات يعني يديك ماتش كويس قوي تحس ان احسن لعيب في الدنيا، وثلاث اربع ماتشات ما فيش حاجه خالص. لكن ما فادي بقى ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي جاي والانتدابات اللي جايه ان شاء الله يكون فيها يا رب استكمال يا رب لكل التيم بتاع النادي الزمالك. كابتن محمد، بنتكلم على الشق الهجومي ونص الملعب، شايف ازاي عبد الله السعيد مع نادي الزمالك والراجل ده السن بالنسبه له مجرد رقم في ادائه في الملعب؟ طبعا عبد الله لعيب كبير جدا، وانا كنت مبسوط جدا اللي هو جه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، وكمان انا كنت اتمنى اللي هو يبقى متواجد من سنتين قبليها، لانه كان بيعمل المستحيل عشان يجي نادي الزمالك، بس للاسف الموضوع اتاخر سنتين كمان. عبد الله من اللعيبه المميزه اللي هي المحترف بمعنى الكلمه يا كابتن محمد، شغلانته وانا بشتغل لعيب كوره بالظبط. هو بيحب شغلانته زي زيزو يعني، بس طبعا فرق السن هو ده اللي بيدي اوبشن اكتر لعبد الله اللي احنا نتكلم عليه اكتر. زيزو لسه في العشرينات، في اواخر العشرينات. عبد الله سعيد ما شاء الله 39 سنه، يعني فعلا العمر مجرد رقم. صحيح. انا بصراحه يعني انا شايف نادي الزمالك ومستر جوزيم محظوظ جدا ان الفتره دي معاه التوليفه الحلوه بتاعت نص الملعب دي. من زمان ما كانش عندنا دي يعني. كان عندنا ممكن واحد اتنين بس، ما يبقى عندك خمسه سته في الحته دي مميزين جدا يعني. تخيل انت بتلعب مثلا بدونجا سته، بتلعب بعبد الله السعيد وناصر ماهر ويمينهم زيزو، وكمان قبليهم لولا الاصابه احمد حمدي طبعا. تخيل نص الملعب ده يا كابتن يعني بامانه يعني محتاج واحد بس يجيب جول يعني، زي سيف الجزيره لو او ناصر منسي او حتى حسام اشرف، عشان عاوز ادي له حقه لانه حسام ابن من ابناء النادي. صحيح. وانا شايف اللي هو لو خد فرصه كويسه كابتن، والله لو خد بانتظام وادوله ثقه في نفسه. ده راجل بيلعب مع فرقه في الدرجه الثانيه يعني في سوريا يعني، فرقه هبطت بتاعه فرقه بلديه وهداف الدوري طبعا. هداف الدوري المصري، الاثنين التانيين هدافين اجانب. صحيح. انا شايف حسام كمان لو خد يعني، انا شفته نزل المباراه وكان كويس وحاول وجاب كره في العارضه، وبعدين متاسس عندك في نادي الزمالك واخد على البطولات. فانا شايف وجهه نظري يعني، انا ان شاء الله لو خد لازم ياخد يلعب يعني الولد بيلعب تحت منتخب يعني، يلعب 12 سنه منتخب يعني. انا بصراحه انا هو واسامه فيصل انا كنت شايفهم من وجهه نظر يعني بعد عمرو زكي وعماد متعب، هم جم بعد مصطفى محمد على طول. ما انا فاهم. انا الاثنين دول ما شفتش حد بعديهم كانوا ثنائي. انا كنت شايف اسامه فيصل ومعاه حسام اشرف هيطلعوا الحته دي، بس للاسف اسامه فيصل فرطنا فيه. انا مش عاوز نفرط في حسام اشرف. حسام اشرف فرود كبير محتاج يلعب ونصبر عليه شويه، هيبقى في حته تانية خالص. نرجع لعبد الله السعيد وندي له حقه، راجل من احنا فخر لينا اللي هو
بيلعب معانا الفتره دي هو حب النادي جدا وحب جمهوره. قال لك انا لعبت يعني حوالي 25 سنه كوره من مرحله ناشئين، عمري ما شفت جمهور بيحب وبيدعم فريقه زي نادي الزمالك. حته زيزو برضو عاوز اقول لك اللي هو يعني انا مش عايزك بس تسيب حته عبد الله سعيد، لان عبد الله سعيد اكيد مبسوطين جدا انه موجود، هو فخور ان هو موجود طبعًا في نادي الزمالك ومع الجمهور العظيم بيدعمه. قال لك جمهور الزمالك جمهور مختلف بالظبط، فرحته كانت جنونيه في السوبر الافريقي. بص يا كابتن محمد، في الكوره في الكوره على مر الاجيال، على مر الاجيال ظواهر صحيح في كل يعني في كل جيل كده يعني مثلا ايه، حسن شحاته ده كان ظاهره، راجل فضل يلعب لغايه لما بقى عنده 40 سنه وبنفس المستوى. على ابو جريشه ده كان ظاهره، خدت بالك؟ شيكابالا ظاهره صحيح، عبد الله السعيد ده ظاهره، وظاهره يعني مش هتتكرر، هداف في التاريخ الثالث في تاريخ الدوري، واخد بالك؟ عصام الحضري ظاهره في الكوره مش هيكرر مهما يجي جوان، مش خدت بالك؟ فهي بتبقى ابراهيم يوسف كان ظاهره في الكوره بالرغم ان يعني الاصابه ما امهلتوش ان هو، واخد بالك؟ ابراهيم يوسف الله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحمه، هو اللي طور الحته دي، هو اللي طور حته الستوبر دي او السيرد باك، هو اللي طورها، يبقى حريف، كان مساك حريف، كان بيشمس وبسم الله ما شاء الله عليه، كان بيبدا من كان هداف وكان بيزق، وكان ساعات بيلعب نص ملعب، يبدا بعدين عبد الله راجل بيلعب بدماغه، يلعب بدماغه، في كتير قوي الكوره ما بتبقاش ماشيه معاه، يعني في ماتشات تحس ان الكوره ما بتبقاش ماشيه معاه، مع قرابه، مع قرابه يخلص يلعب السهل، بيلعب يروح ملمسه، هو ده بقى ذكاء صح اللعيب الكوره، عشان كده يفضل يلعب ولا 40 و41 وبعدين ما شاء الله بيلعب عن ذكاء الملعب، عن ذكاء الملعب، وبعدين ما بيجهدش نفسه، عارف امتى يخلص من الكوره وامتى صحيح، واخد بالك؟ وعلى فكره عبد الله السعيد يمكن من فتره مثلا، من لو قلنا من 5 6 سنين او من كده، ما كانش بنفس المستوى ده، ما كانش بيعمل المجهود ده كمان، ما كانش بالمستوى ده، كان بيلعب دايما 10، فاذا معناه ان كل ما بيكبر وكل ما بياخد خبره الملعب كل ما بايه؟ ما بيزيد صحيح، وربنا يقدره ويديله الصحه يا رب، بالرغم ان هو كمان بقى يلعب 6، يعني هو اوقات كثيره بيلعب 6 جنب دونجا، بينزل يبدا اللعبه، الفتره اللي قبليها كان بيلعب دايما 10، ما بيعملش وبعدين يلعب 90 دقيقه ويلعب كمان 120 دقيقه، لا دي تتحسب له، وانا شايفه ده نتاج طبيعي للمجهود والالتزام، واحنا صحيح بنضرب مثلا دايما بيه للناشئين عندنا، اللي انت لازم تبقى على نفس الخطى، تتعلم منه الالتزام بره الملعب قبل جوه الملعب، حب الجمهور ده زي ما قلت لك ده نعمه من نعم ربنا عليه، وهو حسه وكان فخور جدا بجمهور نادي الزمالك ولعبته، وانا شايف ان شاء الله الفتره الجايه مزيد من البطولات هيقدر يحققها هو إن شاء الله، والاساطير بتاعتنا طبعا اولهم شيكابالا وزيزو وبقيه المجموعه. في حاجه ثانيه بقى فضلك يا كابتن قبل ما تسال، ماشي، نادي الزمالك أيوة، لما كنا بنتكلم احنا محتاجين ايه؟ انت محتاج باك رايت، انت مين الباك رايت بتاعك؟ عمر جابر واحمد محمود، عمر جابر واحمد محمود، مين فين احمد محمود ده؟ ما هو لاعب شاب موجود، لاعب كويس يا كابتن، السنه اللي فاتت لعب في الجونه، عمر جابر اثبت نفسه موجود، ده عمر جابر، عمر جابر بيتعور او بيحصل له اي مشكله، بيتوقف او بيتعور او 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 لعبت مره محمد اسمه ايه ده؟ شحاته بيلعبها برضو مره، مش فاكر مين جاب، عندي ملاحظه بسيطه يا كابتن، بعوده الونش ان شاء الله المسلوسي هيبقى معاك برضو باك رايت، يعني برضو صفقه انا شايفها صفقه كبيره جدا، عوده الونش طيب الذكر طبعًا لان لازم ادي له حقه، اللي هو منتخب مصر قبل الزمالك مفتقد الفتره اللي فاتت دي طبعا، فانا شايفه كابتن بعوده الونش ان شاء الله جنب حسام، وانا بتكلم على دلوقتي ممكن يكلمك على دلوقتي، ما خلاص رجع يا كابتن ماشي ان شاء الله الماتش اللي جاي انا يعني هي في السكواد الونش خلاص نزل بقاله حوالي اسبوعين ان شاء الله باذن الله، حتى لو المسمات ما يبتديش مثلا يديله في ماتش زي المصري، لا طبعا يا كابتن يعني لا لا يعني هتبقى تدريجي تمام. انت شايف ازاي ماتش المصري يا كابتن محمد؟ ماتش مش سهل كويس، بالذات ان دلوقتي فرقه المصري اولا فرقه كويسه جدا، ثانيا منظمين
يعني بيعرفوا منظمين. انت كانت في نص ملعب وكانت فنس وكفراوده وعندهم لعيبه تقيله. انت المفروض انك انت في الماتش اللي جاي ده واخد بالك لازم تحاول وبقدر الامكان انك تخلصه بدري. لان كل الوقت ما هيتاخر كل الوقت ما هيتاخر مش في صالح الزمالك. واخد بالك؟ معاه مدرب فاهم ومدرب واعي وبيعرف ازاي يلاعب الفرق اللي قصاده. انا وجهه نظري ان الزمالك لو عمل ماتش، سيبك من الماتش الاخراني ده اللي هو سموحه بتاع سموحه ده، لا الماتش اللي كان قبل منه البنك الاهلي، لو عمل نفس يعني نفس المستوى ويعني ويعني لو نفس اللعيبه اللي كانت موجوده واخد بالك مع بعض التغييرات كده شويه، وانت هيغيب عنك زيزو ومحمد شحاته للاصابه، معلش ما انت لعبت الماتشين من غير زيزو صحيح واخد بالك. يعني عندك اللي يقدر يعوض بالظبط عشان حضرتك طبعا قلت بس يلعبوا بنفس اللعيبه عشان حضرتك قلت كده بس أيوة. وجب التوضيح يعني اعتقد ان الزمالك فرصته كبيره ان شاء الله. كابتن عم شايف الماتش ازاي؟ ماتش المصري البورصه طبعا الدوري المصري دلوقتي بقى دوري قوي، الفرق كلها قريبه من بعض. احنا اللي يتحسب لنادي الزمالك اللي الماتشين الاولانيين، الماتش الاولاني البنك الاهلي، وطبعا البنك الاهلي من الفرق اللي بتعرف تلعب الفرق الكبيره بشكل قوي. السنه اللي فاتت كسبت الاهلي 4 ابتديت معاهم وكانوا ند بالند معاك، وطبعا معاهم مدرب كبير بحجم كابتن طارق مصطفى، راجل عنده خبرات كويسه وعمل نتائج هايله في الدوري المغربي ورجع. فانا شايف اللي انت تحقق الفوز بثلاثه على البنك الاهلي والاصرار اللي انت تكسب لحد اخر دقيقه دي تتحسب له. تاني مباراه تروح السموحه في اسكندريه، وسموحه من الفرق اللي انا عاوز اقول اديها حقها مرعبه دلوقتي. فانا شايف المصري يوم السبت، المصري بقى يوم السبت ان شاء الله. انا شايف الزمالك المباراه بتاعه النصر الليبي دي جرب فيها لعيبه مميزه، طبعا زيزو هيأثر تاثير كبير. بس انا يعني انا عندي ثقه كبيره في مستر جوزيه واللعيبه، انا شايف المباراه هتبقى ان شاء الله يعني الغلبه لينا احنا راجعين بشكل اقوى. عندنا يعني لعيبه عديده، عندنا سكواد كويس. ان شاء الله باذن الله متوقعه نكسب 2-0 ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد شرفتني ونورتني وسعيد جدا يا حبيبي، ربنا يخليك. انا اللي متشكر والله وسعيد اني كنت معاك. ربنا يخلي حضرتك كابتن محمد جمال، شرفتني ونورتني. انا كنت مبسوط النهارده ان انا في قناتنا الحبيبه، وطبعا شرف ليا ان انا مع كابتن محمد، وان شاء الله يعني تكون حلقه يعني كويسه للمشاهدين. ربنا يخليك، شرفونا ونورونا كباتننا الكبار كابتن محمد سعيد حمزه والكابتن محمد جمال. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.